ومستمعتنا دائما مع أصوات الربحة مضمونة، وإحنا مواصلين معكم في برنامج حديث ومغزل مسابقة نساء دامتي وإيديا اللي كتكتشفوها معنا يوميا. كنتكتشفوا شهيوات وصفات المستمعات الكريمات اللي كيتقاسموها معنا دائما عبر رقم الواتساب للمسابقة اللي هو 07 07 07 08 08. كل المتسابقات لهذا الشهر كيدخلوا معنا للسحب النهائي اللي فيه غادي تفوزوا معنا بواحد الروبو متعدد الوظائف. المسابقة أكيد هي على أثير راديو أصوات، ما عليكم غير أنكم تبعثوا لنا المشاركات ديالكم وإن شاء الله تكونوا من المحظوظات معنا. غادي نسحبوا رقم واحدة من المستمعات اللي شاركت معنا خلال هذا الشهر، واللي معاها غادي نتعرفوا على شكون المحظوظة اللي غتفوز معنا بهذا الروبو المتعدد الاستعمالات. كيف ما كتشوفوا مستمعينا، هادو هما الورقات، غادي نختاروا رقم واللي غادي نكتشفوا المستمعة اللي شاركت معنا من مدينة مراكش، سكينة بناني. سكينة بناني هي المستمعة اللي شاركت معنا في خلال حصة أو مسابقة نساء دامتي وإيديال بواحد الكيك بالحامض واللي منكها بمنتوجات دامتي وإيديال، فاني إيديال وكذلك خميرة إيديال. غادي نتواصلوا مع سكينة. سكينة بناني من مدينة مراكش. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. سكينة، ايه مرحبا بك معنا على اصوات. بارك الله فيك اخت هاجر. الله يبارك فيك. سكينة، سبق لك شاركتي معنا في مسابقات نساء دامتي وإيديال. ايه، وقدمتي لنا واحد الشهيوه اللي هي كيك بالحامض. ايه، بسبوسه بلاكريم باتيسير إيديال وبنكهه الحامض. وبنكهه الحامض. أيه؟ وهاد الوصفه والمشاركه ديالك سكينة اللي كانت معنا في برنامج حديث ومغزل على أثير راديو أصوات كتمنحك واحد الروبو متعدد الاختصاصات اللي كتهديه لك راديو أصوات وشريك ديالنا دامتي وإيديال. ألف مبروك. بارك الله فيك أستاذة. شكرا. الصحة والراحة سكينة. الله يعطيك الصحة أستاذة. شنو تبغي تقولي للمستمعات ديالنا ولكل الناس اللي كيشاركوا معنا في المسابقات؟ صراحة الربح مضمون مع راديو أصوات. صراحة جاتني بالصحة والراحة سكينة. نتمنى هذا الروبو يدخل عليك بالخير يا رب، وإن شاء الله أكيد غادي نستقبلوك باش تجي تسلميه من عندنا من هنا من استوديوهات راديو أصوات. سكينة بناني من مراكش. الله، شكرا شكرا. مرحبا بك. مرحبا بك سكينة. شكرا إيديال ودابتي. شكرا. الله يبارك فيك. وحتى أنتم مستمعاتنا شاركوا وضعفوا الحظوظ ديالكم للفوز معنا دائما على أثير راديو أصوات في برنامجكم حديث ومغزل. خليكم معنا.